السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب قناة ساينس ويب المختصة في مجال التداول بالعملات الرقمية. في هذه الحلقة سنتحدث على بعض الأمور المهمة، سنتحدث على بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المتداولين تكون سبب في خسارتهم، سنرى العديد من الأمور المهمة، ثم سنناقش بعض العملات الجيدة والمشاريع الجيدة. كما ذكرنا في أول فيديو بعض الأخطاء التي تكون سبب يعني في خسارتك أنت كمتداول يعني جديد أو متداول قديم، فهناك بعض الأخطاء يعني نقع أنا أيضا في بعض المرات أقع في مثل هذه الأخطاء، ولكن يجب تصحيح هذه الأخطاء، يعني من الأخطاء يجب أن تتعلم، لا يعني تخطئ المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فالأخطاء التي يقع بها الكثير، أول شيء هو الدخول إلى العملات المرتفعة. كمثال، كثير منا من يحب الدخول إلى العملات التي يراها بالأخضر، يرى مثلا العملة زائد 80% أو زائد 120% أو زائد 60%، وعندما يعني يرى عملة يعني ناقص 10% أو ناقص 5% عملة بالأحمر لا يدخل عليها، يقول العملة منخفضة لماذا سأدخل عليها، يجب أن أدخل في عملة مرتفعة. فبعض الأحيان نرى بعض العملات لا يتحدث عليها أي شخص. كمثال سنأخذ أمثلة، يعني لن نتحدث من فراغ. أول شيء نتحدث بعملة اللاند. عملة اللاند مشروع موثوق موجودة على بينونس، المشروع الخاص بالعملة، يعني الفوائد يعني السلف مثل فوائد الربوية على البلوكشين. مثلا أنت تريد يعني مقدار من المال معين يعني سلف، تعطيك عملة اللان هذا السلف ولكن بزائد الفائدة، تلك الفائدة لا أعرف قيمة، لا أحد يعني على فوائد مشروع ربوي. نعود للنقطة المهمة التي ذكرناها، عندما كانت عملة اللاند في 33 ساتوشي لم ترى أي أخبار جيدة عن العملة، لم ينصح بها أي شخص للاستثمار فيها. كنت قد نصحت بها عندما كان سعرها في 100 ساتوشي، ثم انخفضت العملة إلى حوالي 33 ساتوشي. كثير من الإخوة ما باعها في ذلك الأسعار، باعها منخفضة. الآن عملة اللاند ارتفعت إلى 345 ساتوشي. يعني دائما ما أقول لك إذا دخلت إلى مشروع يعني جيد، مشروع موثوق، فيوم من الأيام سيعطي أكله، سيصعد. عندما كانت العملة في 33 ساتوشي لم نرى أي أخبار من الصحف، مثلا صحف تيليجرام، كوان تيليجراف، الميديوم، الكثير من الصحف التي تعطي أخبار على العملات الرقمية، لم تكن أي أخبار، لا أحد قال استثمر في عملة اللاند، الآن هي منخفضة ستصعد. فالعملية بدأت، الحيتان والمستثمرين الأذكياء اشتروا في نقاط 33 40 60 70 ساتوشي، حتى وصلت العملة إلى سعر 250 ساتوشي. بدأ الترويج للعملة، الكل أصبح يتحدث عليها، كيف لهذه العملة ارتفعت إلى هذا الارتفاع، لديها مشاريع كبيرة، ستقوم بعمل أشياء مهمة في المستقبل، وكذا وكذا وكذا. بدأ المستثمرين الجدد بالدخول والعملة مرتفعة، الشراء في سعر 270 200 300 ساتوشي ارتفعت إلى 345 ساتوشي. بدأ البيع للمستثمرين الأذكياء الذين اشتروا في أسعار 33 ساتوشي 60 ساتوشي 70 ساتوشي. فسياسة الحيتان الشراء بالصمت، يعني الشراء في عملات لا يريدها أي أحد ولا يتحدث لها أي أحد، فقط يكون المشروع موثوق ومشروع جيد، ثم يقومون بشراء العملة، يشترون، تصعد العملة شيئا ما، ثم تبدأ بالأخبار الجيدة بالخروج. لماذا؟ لجذب مستثمرين جدد. مثلا أنا شريتها في سعر 70 أو 80 ساتوشي، ضروري أن أبيع لمستثمر آخر في سعر مرتفع،
لكي أجلب هذه المستثمر ضروري أن أقوم بالترويج للمشاريع الخاصة بهذه العملة. فهذا ما يحدث لكل العملات. لو تتذكرون أيضا نأخذ أمثلة عديدة. المثال الثاني عملة شيليزي كانت في سعر 55 ساتوشي. كنت يعني قد تحدثت على مشروع العملة، قلت لكم أن المشروع يعني مشروع جيد من بين المستثمرين الأقوياء في هذه العملة هو صاحب منصة البينونس سيزي. العملة تشتغل يعني بالإشهارات، لديهم تطبيق، لديهم يعني شراكات مع الجيفونتيس، اليوفي، والبارين سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، غلاتا ساراي، الكثير من الفرق الأوروبية المشهورة. يمكنك مثلا التصويت لفريقك، مثلا إذا كان الاجتماع يمكنك يعني الموافقة على أحد القرارات بواسطة تطبيق موجود للشيليزي، تقوم بالتصويت عن طريق التوكن. مشروع يعني يتعلق بالرياضة لعملة الشيليزي، كانت في سعر ما بين 55 أتذكر حتى 60 ساتوشي. كنت قد نصحت بها عملة الشيليزي، مشروع جيد، لم تكن الأخبار الرائجة بخصوص هذه العملة. عندما ارتفعت العملة إلى 300 ساتوشي بدأنا نسمع الأخبار الجيدة للعملة، كل الصحف بدأت بالحديث على المشروع، ولكن لم يتغير شيء. المشروع كان في الأول عندما كانت منخفضة، ولكن للترويج لبيع العملة من الأشخاص نقول الحيتان الذين اشتروا في أثمنة رخيصة، ضروري الترويج للمشروع لكي يبيعوا في نقاط مرتفعة. كذلك في عملة غوشين، غوشين الكل الآن يتحدث حاليا على غوشين، مشروع قوي، هو مشروع موثوق، مشروع موثوق. العملة كانت في سعر حوالي أقول لك 60 ساتوشي، يعني كما سنعيد الكلام لم يتحدث، لا أريد إعادة نفس الكلام، نفس الشيء لم يتحدث عليه أي شخص. غوشين ارتفعت العملة، الكل أصبح يتحدث هيا ندخل إلى غوشين. ورأيت أحد يعني الكثير من التعليقات يقول لنا تحدث لنا على غوشين، تحدث لنا على هذه. دائما ما أقول لكم ادخل إلى مشروع جيد يكون يعني في القاع، صبر، ما عليك سوى الصبر. مثلا استثمرت أنت واستثمارك كما استثمرت في العملة، إذا كان المشروع موثوق سيأتي يوم من الأيام، سيتم إعلان سواء عن شراكة، سواء سيقومون بعمل بلوكشين خاص بهم، الكثير من الأشياء ستأتي. ضروري ضروري، لا يمكن، لو عدنا لكل الشرطات الخاصين بكل العملات، العملة تصعد تنخفض تصعد، ولو في شرط يعني منخفض ضروري تصعد ثم تكمل انخفاضها. هناك بعض الإخوة من يشتغلون يعني تداول يومي سكالبين، هناك من يشتغل هولدين، على حسب اشتغالك أنت. المهم لا أريدكم أن تقعوا في هذه الأخطاء، الدخول في أسعار مرتفعة. العملة إذا ما كانت يعني في 60 ساتوشي لماذا لم تدخل لها؟ لماذا لم تحبها في ذلك السعر وأردت أن تدخل إلى سعر مرتفع جدا؟ لماذا؟ بحث عن مشروع موثوق، لا مشكل، أرسله لي على صفحتي في الفيسبوك أو ضعه في تعليق، يعني أراسلك بدون مشكل. فإذا راسلتني يعني صفحتي فسأجيبك في الحال، لا مشكل. هذه بعض الأخطاء التي تكون سبب في خسارة كل متداول، هو الانسياق وراء الأخبار. الشيء الثاني هو عدم تحديد الهدف. أهم شيء هو تحديد الهدف. مثلا أنا كشخص دخلت على عملة كمثال غوشين، كمثال اشتريت مثلا في سعر 100 ساتوشي، ما هو هدفي؟ يعني الهدف قد عرفته، اشتريت العملة في 100 ساتوشي، ما هو الهدف؟ هل سأقوم يعني بتخزينها على المدى البعيد؟ هل تستحق هي كعملة تخزينها على المدى البعيد؟ ما هو السعر الذي سأبيع فيها العملة؟ ضروري أن تحدد هذا السعر. إذا لم تحدده في الأول فلن تبيعها بالربح وستبيعها بالخسارة. كمثال مثلا الغوشين شريتها في 100، لم أضع لها أي هدف،
ارتفعت إلى 300 ساتوشي، سأقول لا سأنتظر حتى ترتفع إلى 400 ساتوشي. كان يعني معك الحظ، ارتفعت إلى 400 ساتوشي، أقول لا أنتظر 800 ساتوشي، العملة ستبدأ بالانخفاض وأنا أبقى يعني أشاهد العملة تنخفض ولم أضع أي هدف، ستبقى تنخفض تنخفض تنخفض، مباشرة ستعود للنقطة التي اشتريتها فيها أو ستبيعها بالخسارة، مباشرة تنزل على النقطة التي اشتريتها منها العملة. كنفسية التي ستكون بها في تلك اللحظة ستبيعها بالخسارة مليار بالمئة. مثلا دخل على العملة، حدد هدفك 30% 50% 40%، حدد هدفك في الأول لكي يعني لا يعني تقع في مثل هذه الأمور. هذه من بين أهم الأسباب. ثالث الأسباب هو الدخول مثلا على دفوعات، كمثال مثلا غوشين لدي كمثال 3000 دولار كقيمة أريد استثمارها في غوشين، أو لا أريد استثمار مثلا 3000 دولار، فقط نصف الرصيد الخاص بي مثلا 1000 دولار. هذه 1000 دولار يعني لن أشتري كلها في ثمن واحد، مثلا الغوشين الآن في 200 ساتوشي، سأشتري بأقول 400 دولار في 200 ساتوشي. ظهرت لي العملة أنها انخفضت إلى سعر مثلا 180، أضيف 400 أخرى، أمر جيد. العملة ظهرت لي أنها عادت للانخفاض أكثر من 180 ساتوشي، مثلا انخفضت إلى 150 ساتوشي، أضيف 400 دولار أخرى. كم إجمالي ما استثمرته هو 1200 دولار. العملة ضروري عندما ستنخفض يعني فجأة إلى من مثلا سعر 200 ساتوشي إلى 150 ساتوشي، ستقوم بارتداد للفوق من 150 ستصعد مثلا إلى 180. أنا كنت قد وضعت 400 دولار في 150 ساتوشي، ها هي ارتفعت إلى 180. بدأت بتعويض الخسارة عندما اشتريت في 200، 400 الأولى، سأسحب 400 دولار الأولى. ها أنا يعني كأني في صفقة متعادلة، لم أخسر، وأنتظر في حين ارتفاع العملة إذا كان المشروع جيد. فكما أقول لك دائما، إذا كان مشروع جيد والعملة يعني في ثمن لا تستحقه، فيأتي يوم من الأيام سترتفع. هذه يعني أحد الأمور الضرورية التي يجب مراعاتها والعمل بها لكل متداول. يمكنني أن أنسى بعض الأمور المهمة، فيمكنك أن تذكرني وتذكر الإخوة الذين يشاهدون هذا الفيديو، ضعها يعني في التعليق من لديه يعني أي سؤال، أي يعني بعض الأشياء التي تروج في مفكرتك كما كانت. ولو يعني تقول أن هذا الكلام خارج على منطق، يمكن أن يكون منطقا في هذا المجال، دعه في التعليقات. نناقش الكثير من الأشياء المهمة في هذه القناة، الكل ذي الحق في النقاش والحديث، يمكنك أن يعني تنتقدني لا مشكل. أي شيء ظهر لك أني أخطأت فيه أريد يعني أن أصحح نفسي. المهم، بعض الأشياء التي أعطيتكم إياها الآن فما هي إلا تجربة لا بأس بها في هذا المجال. أهم الأسباب التي يعني تجعلني الآن أقوم بوضع فيديوهات، الكثير من المتابعين يقولون لي يعني هذا جيد، ترفع لنا فيديو كل يوم. كنت أغيب كثيرا، لو تتذكرون أرفع فيديو كل يعني شهرين أو شهر، أو هناك بعض الفترات أغيب 3 أشهر. أجد الكثير من الرسائل صراحة على صفحتي في الفيسبوك. شكرا لكم، شكرا يعني أنتم الذين يعني جعلتموني أعود وأقوم برفع الفيديوهات اليومية، فقط كي أتقاسم معكم هذه الأمور التي ستنفعكم كثيرا في المستقبل إن شاء الله. وكما أقول لكم، هذه الصناعة لا زالت في بداياتها، فكل العملات المشاريع الكبيرة ستراها في أسعار مرتفعة،
وتذكروا كلامي، نحن الآن في سنة 2020، يمكن يعني أحد سيأتي إن شاء الله يعني في سنة 2021 أو 2022 يجد كل العملات في أسعار مرتفعة كما حدث. يعني لو عدنا مثلا إلى فيديوهات سنة 2016 ما قبل 2016 سنجد بعض الأشخاص يعني الأجانب قاموا بشرح الإيثريوم، اللايت كوين، البيتكوين كانت في أسعار منخفضة جدا. وأنا شخصيا وأعود بالله من قولي أنا يعني لو يعود بالأمر إلى سنة 2016 كنت أراسي على البيتكوين في 200 دولار. فيديوهات الذي بعد الفيديوهات في هذه القناة شرحت البيتكوين في 200 دولار، ولكن العيب المشكل هو عدم الإيمان. لم أؤمن. لو أنني آمنت بأن هذه التكنولوجيا سيأتي يوم من الأيام وسيرتفع البيتكوين إلى أسعار مرتفعة لو وجدتني موني حاليا مصنف مع بيل جيتس في الثروة. المهم كما أقول لكم الصبر ثم الصبر، فهذا المجال لا زال في بداياته. وبعد الأخبار التي سأعطيها لكم، فيزا قامت بشراء أحد الشركات الخاصة بالبلوكشين ب 5.3 مليار دولار، لاحظ ما السعر. فالكثير من الخبراء والكثير من المحللين، ليس المحللين في مجال الشارت بل التحليل في المشاريع، قالوا يعني فيزا إن لم تدخل الآن في الخط يعني في سباق لهذه التكنولوجيا فلن يبقى لها مكان في المستقبل. فلو لاحظتم الآن كل الشركات دخلت بطريقة بدون ضجة، دخلت جوجل، دخلت مايكروسوفت، دخلت الفيسبوك، شركة الفيسبوك هي الآن فيزا، الكثير من سامسونج، لينوفو مع غوشين، الكثير من الشركات الآن بدأت بالدخول إلى تكنولوجيا البلوكشين، لأنها تكنولوجيا ستغير الكثير من المفاهيم، ستلغي يعني كلمة احتكار، يعني العديد من الأشياء ستتغير مع هذه التكنولوجيا. شكرا للبيتكوين، شكرا للكثير يعني من ساهم في يعني نمو هذه التكنولوجيا. الآن ما عليكم سوى الصبر، الدخول إلى مشروع جيد استثمر فيه واصبر. هناك بعض إخوة ما يقول يعني مثلا أنا مثلا مستثمر 300 دولار، هل يمكن أن يوم من الأيام أن أجدها من 10,000 دولار أو 50,000 دولار؟ نعم يمكن كذلك. فأقول لك بعض الكلام الذي يقوله أشخاص لديهم مناصب كبيرة في هذا المجال، لديهم يعني قيمة كبيرة، مثل سيزي في أحد التصريحات يعني سنة 2019 أحد الصحف قال لهم المشاريع الكبيرة للعملات الرقمية ستجدها في الضرب في 1000. يعني لم صراحة قلت مع نفسي بالغ فيه كثيرا والله أعلم، يعني الضرب في 1000 ستمرجع 1 دولار، 1000 دولار، 10 دولار، 10,000 دولار. لا أقول لك هذا الكلام لكي تستثمر أو أجلوبك. هناك بعض الإخوة يفكرون بعد التفكير، يعني لا مشكل، يمكن أن نراعي لا يعرفون بعض الأشياء. يقول لك يعني أنت تجلبنا للعملات الرقمية لكي نستثمر، لماذا يعني تمدح هذه المشاريع؟ أنا لن أربح معك أي شيء إذا استثمرت مثلا في غوشين أو زيليكا أو الكاتشيم أو أي عملة، لن أربح أي شيء. ما أود ربحه هو أن أراك حققت مبالغ مهمة من هذه التكنولوجيا الصناعة الحديثة. أطلت الكلام في هذا الفيديو، فقط أردت تقاسم معكم الكثير. يعني هناك كلام كثير جدا، لا يعني لا أتحدث، ما دائما لا أتحدث بهذه الطريقة وأتحدث بهذه اللغة، دائما ما أتحدث لكم عن الأشياء التقنية، البلوكشين، المشاريع، ولكن بعض الأمور ضروري أن يسمعها المستثمرين، فهي تعطيهم يعني تحفيز. وأنت يعني مستثمر وأنت خاسر الآن، لست خاسر. متى ستخسر؟ مثلا غوشين
أنا اشتريتها في كميشال 400 ساتوش، لم أقم ببيعها، أنا لا أسمى خاسرا في هذه الصفقة، فمتى سأخسر عندما سأبيع غوشين وسأخرج من هذه الصفقة؟ هنا أسمى أني خسرت في هذه العملة، ولكن على حسب ما أنت تشتغل به. كما قلت لكم في الفيديو، هل أنت تشتغل سكالبين تريد ربح يومي أو تريد الكسب على المدى البعيد؟ المهم، إذا أعجبتكم هذه الحلقة فلا تنسوا دعم الحلقة بلايك. أريد أن أرى تعليقات خاصة بكم في هذا الفيديو. هذا كل ما لدينا الحلقة اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.